رجعنا لكم مرة تانية ومعانا أستاذة الدكتورة هبة عادل، أخصائي الجلدية والليزر بمركز نبض، وهتجاوب لنا عن كتير من المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها عموما وفي فصل الشتاء خصوصا. دكتور هبة أهلا بيكي معانا. أهلا بحضرتك، إزي حضرتك؟ دكتور هبة، في مشاكل كتير بتحصل في جسمنا، من أهمها تغيير لون الجلد في بعض المناطق. المشكلة تغيير لون الجلد ده موجود في أي سن وفي أي عمر. مشكلته ايه؟ ايه اللي بيحصل في ايه اللي بيخلي الجلد يتغير لونه؟ المشكله ان في خليه صبغيه بيزيد افرازها، بتفرز حاجه اسمها الميلانين. الميلانين ده مسؤول عن الصبغه في جسمنا كله، في اي حته في جسمنا. لما بيزيد افراز الخليه دي بيبتدي الميلانين يعلى قوي، فيبتدي يعمل تصبغات. ايه ممكن الاماكن اللي ممكن يبقى فيها تصبغات، او ايه انواعها؟ انواعها ممكن تيجي بحاجه اسمها دارك سبوت في الوش، كده دارك سبوت كده معينه، حاجات غامقه كده في الوش. ممكن تبقى بتيجي بملازمه، ملازمه دي اللي هي بنقول عليها ساعات مع كلف الحمل، يعني ممكن تبقى كبيره ومش حامل، ما كانتش حامل ولا اي حاجه، بس عندها بقع هي مسمياها كده، هي اسمها ملازمه. في ممكن يبقى ليها اسباب تانية، بتبقى زي الصوره دي كده يا دكتور، بوست انفلاماتوري. دي انا جايبه الصوره دي عشان اقول ايه الاماكن اللي ممكن يحصل فيها تصبغات. حضرتك شايفه في الرقبه مش كده يا دكتور؟ اول واحده في الرقبه. برافو. اللي هي بتتخن الجلد كده شويه. بالظبط، هو حصل في الجلد حاجه اسمها هايبر كريتوزيس، يعني انكريز للسل. لو احنا بصينا للسل دي تحت الميكروسكوب، الخليه نفسها يعني هنلاقيها متجدده وكتير، فالخليه لما تبقى كتير فيها ميلانين كتير، فبدات تظهر باللون الغامق ده. دي مشكله كمان بنقول عليها اكانثوزيس نيجريكانس، يعني الناس دي بيبقى عندهم حاجه مرضيه برضو معينه، فلازم اعمل سكريننج لما الحاله تجيلي كده، ما استهونش بيها. اي نعم هعمل العلاج وهبتدي اشتغل الشغل اللي انا هعمله عشان التفتيح، بس لازم اعمل سكريننج اشوف العين عنده مشكله سكر ولا لا. بيبقوا دايما لو حضرتك بتشوفيها كتير قوي في الاوبيز، في الناس التخان، تلاقي دايما الحته دي غامقه شويه، فهي بتيجي مع الاوبيزتي، بتيجي مع الدايابيتس، في بتيجي اوديوباسيك اسر كده، خلاص هو في اسر معينه ليهم الرقبه دي بتبقى غامقه شويه، بنعمل لها جلسات تفتيح وبتبقى هايله جدا. طب طرق العلاج بتختلف حسب درجه الغمقان؟ طبعا، انا كنت لسه هتكلم على تحت الابط، كان من ضمن الحاجات اللي في الصوره. تحت الابط لما بيحصل التهاب بيبقى دايما غالبيه البيجمنتيشن اللي جايه من ضمن الكوزز، كنت لسه هكمل كلامي فيها، ان حصل التهاب. الالتهاب بوست انفلاماتوري لازم يحصل بقعه، عشان كده دايما اقول لاي حد التهاب حمار بيساوي بقعه. يعني بعد الالتهاب وبعد الحمار ده بيسبب يخف يسيب بقعه بعديه. فاحنا لازم نحافظ، يعني اول ما نلاقي فيه التهاب بدا يبقى فيه ريدنس للسكين او في اي مكان، لازم نحط كريمات معينه نحافظ عليها، ما نحاولش نوصله ان هي بقى يحصل فيها ايه سمار. طبعا في علاجات معينه. دي تحت الابط، حضرتك شايفه لون غامق ده من اول سيشن، اول جلسه شايفه اللون غامق ازاي. خدي بال حضرتك الكوزموتكس والبرفيومز والحاجات دي ما تيجي تبقى تعمل تاتشنج للسكين قوي بتعمل التهاب، فبعد الالتهاب بوست انفلاماتوري يحصل لي المنظر دوت. فانا لازم ابتدي اعالج بقى. العلاج بقى، العلاج اكوردنج للحاله، انا المفروض اشتغل ازاي، انا محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا اعمل تغيير للون ده بقى، خلاص انا ارجع اللون الاصلي الطبيعي. وعلى فكره نسبه التحسن بتبقى 100%، بتروح خالص فعلا. بعمل جلسات فيها تفتيح وتقشير على حسب انا محتاجه كام جلسه، بس اهم حاجه نبعد عن السبب. ايه السبب؟ ان انا برضو ما استعملش اي حاجه تعملي التهاب. هدوم، ساعات الهدوم بتبقى فيها خامه ناشفه شويه، او مش او حاجات صناعيه من الارياف الصناعيه، تعمل احتكاك تعمل التهاب، فدايما لازم نخلي بالنا من حاجه زي كده. اوكي طيب، لو قلنا عموم السيدات كتير جدا انهم بيقفوا في المطبخ فترات طويله، او اللي بيشتغلوا او مش، بنلاقي بيظهر لهم بعض الدوالي، ساعات بتبقى دوالي وساعات بتبقى شعيرات رفيعه كده حمراء، فهل دي ممكن تتلحق من الاول يا دكتور؟ طبعا، احنا بنشتغلها من الاول خالص. مجرد ما بتلاقي حاجات ريدنس للسكين دوت، أو, او 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 حتى لو بدات تبقى دوالي سطحيه اللي هي لونها اخضر شويه، بدات تبقى سوبرفيشال واضحه، بنبتدي نشتغلها بالفاسكولار ليزر، يعني نوع من انواع الليزر بيشتغل على الكروموفور معين اللي هو البلد اللي هو اللون بتاع الدم ده، فبيبتدي يخترق وبتدي الجلسات ونتائجها هايله جدا. لو الفين كبير بقى، لو المشكله دوالي كبيره، بنبتدي نحقن سكليروثيرابي، وموضوع تاني خالص. احنا معانا صوره يا دكتور
تشرح لنا عليها؟ حضرتك شايفة في الدوالي هي عبارة عن شعيرات فيها منها أزرق وفيها منها أحمر، موجودة في منطقة اللي هي بطن الرجل. بتبقى من كتر الوقفة بيبقى فيها، في ناس أسر معينة بتبقى عندها مشكلة الدوالي دي، حاجة وراثية جدا. بالده بيفور وأفطر، بعد ما عملنا العلاج حضرتك شايفة انتهت بنسبة كبيرة جدا، مفيش، تكاد تكون اختفت يعني. طب انا عايزه اسال حضرتك على الناس طبعا اللي بيحصل لهم مشكله التعرق جوه الايد من جوه ورجليها برضو، وحتى في فصل الشتاء هما بيبقوا دايما عندهم المشكله دي. دي بنقابلها برضو كتير قوي، وبتبقى بجد بتقابليها كتير؟ بنقابلها كتير. بيبقى حد، هي مشكله في حاجه اسمها يعني، هي بيبقى في مشكله في نيرف، في نيرف معين بيبتدي يزود اكسكريشن للعرق، يعني العرق بيبقى يزيد زياده قوي، افرازه العرق بيزيد يعني كتير قوي. المشكله دي بيبقى يبقى ماسك منديل وتلاقي ايده مليانه ميه على طول. شوز، مش عارف يلبس شوز ميه، مفيش مفيش ثانيه، بتلاقي كل حاجه ميه. بنعالجها دلوقتي بالبوتوكس. هنعمل سيشن بطريقه معينه، بنبتدي نحقن بشكل معين ونحل البوتوكس برضو بشكل معين، واماكن معينه بيتحقن فيها، بيبتدي نعمل جلسة كل 6 شهور. انا بحتاج جلستين اتنين والموضوع بينتهي تماما. احنا معانا الصور دي، طريقة الحقن يا دي طريقة الحقن. حضرتك شايفة الحقنة دي ده البوتوكس، بنبتدي نحقنه في الاماكن زي ما حضرتك شايفة كده بطريقة معينة وبكميات معينة، بنعمل السيشن مجرد وما بيحسش بألم خالص، بيبقى اندر اناسيزيا، توبيكال اناسيزيا او تحت تخدير، تحت يعني. تخدير يعني. هو تحت تخدير موضعي برضو دهاني. او اناستيزيا الحقن. ده شكل الايد بقى، ده شكل الايد برضو زي حضرتك شايفه، بنشتغلها برضو نقط معينه وشكل معين، بنبتدي نحقن في الاماكن دي البوتوكس، بتجيب نتيجه يعني بعد 15 يوم بيلاقي ما فيش عرق اصلا. بس لازم نكررها بعد 6 شهور. بنفضل يكررها على طول؟ لا خالص، مش على طول خالص، بس انا بعملها 6 شهور تاني بلاقي الدنيا اتحسنت تماما، ببقاش محتاجه. وده شكل الرجل برضو؟ ده نفس القصه في الرجل. دي بتضايق ناس كتير قوي، ساعات بيبقوا محتاجين يكشفوا في الجيش او الشرطه، ويبقى دي حاجه مضايقاهم جدا. شوفها كتير. طيب موضوع تاني برضو مهم قوي يا دكتور، من الحاجات اللي ساعات الستات بتبص عليها، الايدين بتاعت بيبصوا على ايدين بعض، فاهم قصدي؟ فبص تلاقي ساعات حتى الايدين اساسا، ده مهم جدا، عشان انا بشوف كتير قوي، بيجي لي ناس كتير قوي، يا دكتور انا عملت 6 8 جلسات، طب ايه الجهاز؟ طب مين اشتغل؟ طب ايه الباور؟ هي مش هي عارفه انا عملت. طب دكتور خلاص عالجنا كل المشاكل، ازاي افضل محافظه على جمال بشرتي؟ يعني ده سؤال جميل قوي. انا جايبه صوره لازم اشرح فيها هنحافظ ازاي على جمال بشرتنا. بشرتي دي عباره عن ايه اصلا؟ انا احافظ يعني اشوف ايه البروفايل اللي انا ممكن اشوفه اقول ده كده البشره دي اوكي. اول حاجه الهايبر بيجمنتيشن، ما يبقاش فيها اي تصبغات خالص، ولا دارك سبوت، ما يبقاش فيها برضو نقط سمراء، ما يبقاش فيها فاين رينكلز، دي البشره كويسه ما يبقاش فيها فاين رينكلز، ما يبقاش فيها ريدنس، ما يبقاش فيها حاجه اسمها حمار التهاب، ما يبقاش فيها الكلام ده، عشان في ناس عندهم شعيرات دمويه في وشهم شويه. ده لازم يتعالج. عند حضرتك كمان يبقى في التكستشر اللي بتاعت الوش، يعني ملمس البشره. لازم يكون نضر. لازم يكون في كولاجين عملنا له ستيميوليشن في البشره من جوه، دي اهم حاجه. بس لازم ده بايه بقى كمان؟ لازم في حاجات لازم نستعملها عشان برضو مع العلاج. ايه هو؟ جود سليب، لازم انام كويس قوي عشان ابقى بشرتي تبقى كويسه. لازم جود دايت، لازم الدايت بتاعي يبقى كويس، لازم استعمل سان سكرين ولايت كريم. لازم نتابع دايما مع دكتور البشره، وبنشكر حضرتك يا دكتور هبه جدا، واستفدنا جدا من الحلقه دي. اعزائنا المشاهدين بنشكركم، وبنقول لكم تابعوا معانا على صفحه برنامجنا من فضلكم، لو محتاجين اي اكلات نعملها لكم، وصفات لاي اكلات او اي موضوعات تحبوا ان احنا نتناقش فيها كل يوم. نقابلكم يوم السبت ان شاء الله، ونكون مع بعض انا ورودي. ايه ده هنروح؟ اجازه اجازه سعيده.